عاد من جديد دون أن يعود. ده كان أبرز تعليق صحفي على اللي عمله الطبيب والإعلامي المصري باسم يوسف خلال الفترة اللي فاتت. باسم رجع للساحة من جديد وحصل على دعم كبير وتقدير من رواد السوشيال ميديا بعد كلامه الأخير الرصين عن الواقع الحالي. فإيه اللي وصل باسم للدرجة دي من الحرفية في الكلام؟ وإزاي قدر يستخدم أسلوبه الساخر في كل الموضوعات المهمة؟ كل ده وأكتر هنحاول نعرفه مع بعض في الفيديو ده. في البداية كده خلونا نفكر بعض بأبرز المعلومات اللي نعرفها عن باسم يوسف وسبب شهرته الكبيرة في الشرق الأوسط، وبعدها هنعرف إيه اللي بيعمله باسم دلوقتي في حياته، خصوصاً أنه اتنقل للمعيشة في أمريكا في الفترة الأخيرة. باسم، وللي ما يعرفوش، فهو في الأصل طبيب بشري، بس سبب شهرته الكبيرة في العالم العربي والغربي كان برنامج البرنامج، اللي من خلاله قدم باسم يوسف نفسه كإعلامي ساخر، قدم محتوى كوميدي جماهيري بشكل كبير. باسم بعد شهرته الكبيرة اختارته مجلة تايم، ودي مجلة مهمة جداً. المهم إن المجلة اختارته واحد من بين 100 شخصية هي اللي مؤثرة في العالم كله. متخيلين الراجل ده مهم قد إيه والغرب شايفينه إيه؟ ما هي المجلة دي غريبة. المهم إن باسم يوسف دلوقتي عايش في الولايات المتحدة الأمريكية، كل فترة والتانية بيقدم ستاندب وبيكتب روايات مصورة للصغيرين، وبرضو على قد ما يقدر بيقدم برامج توعوية في مجال الصحة الغذائية، وكل فترة والتانية بيطلع يعلق على القضايا الجدلية المثيرة، زي مثلاً الموضوع الأخير اللي ناقشه مع بيرس مورغان. الفكرة إن الشغل الشاغل دلوقتي لباسم يوسف هو توعية الناس بالنظام الغذائي الصحي. يعني مثلاً باسم حكى البرنامج بي بي سي إكسترا إنه قضى فترة 5 سنين أو أكتر من عمره بيتبع نظام صحي بيعتمد على الأغذية النباتية غير المصنعة، وهو شايف إن ده مش مجرد نظام، ده أسلوب حياة كامل ومش مجرد أكل وخلاص. والناس اللي فاهمة إن ده رجيم لإنقاص الوزن فهم فاهمين غلط. النظام اللي شغال عليه باسم يوسف غرضه إنه يقلل خالص من الاعتماد على المنتجات الحيوانية ويركز أكتر على المنتجات اللي ليها علاقة بالنباتات. وللي عاوز يتعمق قوي في شخصية باسم يوسف، فباسم عنده بنت اسمها نادية من مواليد 2012، وولد اسمه آدم مواليد 2017، وباسم مسلم أباً عن جد. أما أهم حاجة عنه إنه لما تسأل قبل كده أنت مفتقد مصر ولا لأ؟ قال لأ، مش مفتقد مصر ولا حاجة، ومش عارف إن كان هرجع قريب للبلد ولا لأ. في النهاية أنتم رأيكم إيه؟ هل باسم يوسف ممكن يرجع الفترة اللي جاية بعد القضايا اللي بيناقشها دي، وكمان حب الناس الكبير ليه اللي ظاهر على السوشيال ميديا، ولا ممكن يكون حب الناس ده شيء مؤقت ويروح على طول بعد ما تعدي الأزمة؟ في انتظار ردودكم في التعليقات.